السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنتحدث عن طريقة تحويل النص إلى أعمدة. عندنا هذا المثال، الاسم رباعي. لو أردنا أن نقوم بوضع كل اسم في عمود منفصل كما في هذا الجدول. الآن كما تلاحظ الاسم رباعي، قمنا بتقسيمه بوضع كل اسم في عمود منفصل. نبدأ على بركة الله، نقوم بتظليل العمود ثم نذهب إلى بيانات ونختار النص إلى أعمدة، ثم نختار محدد ثم نضغط على التالي، ثم نقوم باختيار طبيعة الشيء الذي يفصل ما بين كل كلمة وكلمة. في حالتنا هذه الذي يفصل هي المسافة. لو كان يفصل ما بين كل كلمة وكلمة مثلا شرطة، نقوم بوضع شرطة في غير ذلك. في حالتنا هذه الذي يفصل هي المسافة. نلاحظ أن في نافذة معاينة البيانات تم إظهار شكل العمود. نقوم بالضغط على التالي ثم إنهاء. نلاحظ أن العمود تم تحويله إلى 4 أعمدة، كل عمود يتضمن اسم منفصل. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.